الآن ننتقل إلى فقرة Test Yourself، اختبر نفسك. والآن أريد منكم من بعضكم يختار لون لكي يظهر له سؤال ونحل الأسئلة سوية. نبدأ باللبابة. نعم يا لبابة، تفضلي. الأخضر أستاذ. اللون الأخضر. سؤالك يا لبابة، correct the verb in bracket، صح الفعل بين قوسين. When we heard a noise، أي كنا نتناول طعام الإفطار عندما سمعنا a noise، صوت ضجيج. ستصبح we were having our breakfast when we heard a noise. إذن ممتاز. إذن لاحظوا هنا الدليل when في وسط الجملة، بعده الفعل باللون الأحمر heard، التصريف الثاني من الفعل hear، يسمع. إذن heard verb to ماضي بسيط، فهنا يستوجب استخدام ماضي مستمر مع have were having. وأيضا أود هنا أن أنبهكم إلى ملاحظة، ينطبق على الماضي المستمر ما انطبق على الحاضر المستمر سابقا بالنسبة للstative verbs، الأفعال الجامدة، كما القاعدة تماما ينطبق عليها. وهنا يجوز استخدام الفعل have في حالة الاستمرار، وذلك لأنه بمعنى يتناول وليس بمعنى يمتلك. لو كان بمعنى يمتلك لا نستطيع استخدامه في حالة الماضي المستمر، وإنما نستخدمه في الماضي البسيط. نعم يا ندى، تفضلي ندى، اختاري لون. أستاذ اللون الأحمر. اللون الأحمر. سؤالك يا ندى، correct the verb in bracket، صح الفعل بين قوسين. She hurt her uncle while she played tennis. الفعل play. أستاذ will she was playing. She was playing، تماما. إذن she hurt her uncle while she was playing tennis. إذن لقد آذت her uncle، أي كاحلها، عندما كانت تلعب التنس، كرة المضرب. الآن هنا سؤال، نحن نعلم بأن الفعل hurt هو نفسه في الحاضر والماضي واسم المفعول. كيف عرفنا بأن الفعل hurt هنا في اللون الأحمر، كيف عرفناه بأنه ماضي؟ أستاذ لأنه هون جاي إجا متزامن مع الماضي المستمر. انسي الماضي المستمر، كيف عرفته بأنه ماضي بسيط؟ she hurt فقط. أستاذ من الوال في دلالة الماضي المستمر وين؟ في أنا أقول she hurt her uncle، she hurt her uncle نقطة، أعتبر أن هذه الجملة فقط موجودة. ما هو زمن الفعل hurt؟ هذا هو سؤالي. زينب تسميتي بعدها اسم فتغاب. أحسنتي، إذا ممتاز، هذه الإجابة الذي أنتظرها. لو كان حاضر بسيط لكان يجب أن نضع في نهاية الفعل hurt اسم المفرد الغائب، لأن الفاعل هو she، ولكن طالما أنه لم يأتي بعدها اسم المفرد الغائب بالتأكيد هي في التصريف الثاني. تذكرتم؟ إذا أكيد هي تصريف ثاني لأنه مفرد الغائب. نعم. الآن أنتقل إلى مروة، تفضل يا مروة اختاري لون. نعم مروة. رغد، ربما مروة لا تسمعني. رغد أصفر، يعني أصفر. سؤالك يا رغد، correct the verbs in brackets، أيضا صحح الفعل. I was walking through town when suddenly I see my friend أحمد. تفضل يا رغد. I was walking through town، يعني كنت ماشي أنا في البلدة، when suddenly I see my friend أحمد. الفعل سي بين قوسين. أستاذ هلق الفعل سي ما بيقبل الاستمرار. نعم. فبدنا نحطه بالماضي البسيط بتصير صار.
تماما. اذا اجابتك صحيحه يا رغد، ممتاز. اذا I saw my friend احمد، اضافه الى ما ذكرتي بانه لدينا الدليل when، ايضا لدينا الدليل when، لاحظيه، وقبله ماضي مستمر فاستخدم بعده ماضي بسيط اللي هو الفعل سي، وايضا الملاحظه التي ذكرتيها صحيحه، لا يقبل الاستمرار فنستخدم ماضي بسيط. اذا show اجابه صحيحه. ايضا الان محمد، تفضل يا محمد، بقي لديك البنفسجي او الازرق؟ ازرق. ازرق استاذ. ازرق، نعم. سؤالك يا محمد، ايضا صحح الفعل. While he looked for a job, he was offered to job. يعني بينما كان يبحث عن عمل عرض عليه عملين. He looking for. فقط looking for. عفوا لا عفوا استاذ، he has looking for. لا يوجد محمد، عفوا، لا يوجد لدينا في look سؤال سكون يعني. لاحظ معي ماذا لديك؟ لديك while، بينما. أنت ماذا ستستخدم بعد الفعل look for في أي زمن؟ حاضر، ماضي مستمر. ماضي مستمر. طيب ما هي صيغة الماضي المستمر؟ ذكرنا بها. الفاعل. جاهد. was aware. أنا كنت أقول لك was بس خربطت بها. تماما. was looking. تماما تماما صحيح يا أحمد. إذا while he was looking for a job, he was offered two jobs. إذا أحمد بالنسبة للصيغة، صيغة الزمن هي كالقانون، نلتزم به، يعني أي تحريف في الصيغة فتصبح لدينا خلل أو خطأ، فلذلك بنلتزم في الصيغة. وصيغة الماضي المستمر was where زائد verb ing. إذا بينما كان يبحث عن عمل he was offered two jobs. لاحظوا هنا was offered أي عرض عليه، هي صيغة هون مبني للمجهول مع الماضي البسيط. أخيرا السؤال الأخير ل إيمان، اللون البنفسجي بقية. أيضا صحح الفعل يا إيمان. while Sophia study in Britain she met her old friend. بينما كانت تدرس صوفيا في بريطانيا قابلت صديقتها السابقة أو القديمة. تمام أستاذ، هلقين هون بسرعة النواز استاذين. إذن صوفيا يعني شي، صوفيا يعني شي، وبالتالي هون بنستخدم الفعل المساعد. إذن was studying. while صوفيا was studying in Britain she met her old friend، وهو سؤال دورة امتحانية سابقة بهذا الشكل.